خلينا نرحب على التليفون بالدكتور محمد الامين رئيس اتحاد كره اليد. صباح الخير عليك يا فندم. اهلا، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. يا اهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب. لو هنتكلم مع حضرتك في البدايه عن التنظيم المشرف اللي ظهرت بيه البطوله والاستعدادات اللي كانت قبل هذا التنظيم. في الحقيقه اولا بالنسبه للتنظيم ده، يعني احنا مصر دلوقتي زي ما قالها دكتور اشرف صبحي وزي ما قالها الدكتور حسن مصطفى امس، ان مصر بقت يعني اقول اي عاصمه الرياضه العالميه. بقياسا بالمستوى العربي او المستوى الافريقي، مصر او العالمي، مصر دلوقتي لها بنيه تحتيه قويه جدا، وده طبعا يعني ساهم فيه حاجات كتير جدا، اهتمام القياده السياسيه، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله رئيس الوزراء في الحقيقه كان لهم اهتمام ومتابعين معانا البطوله من بدايتها. الاهتمام ده عمل قاعده، ناس يعني انا اقول ايه، قاعده مقتنعه باهميه الرياضه في مصر كاعداد للمواطن وانجازات وبطولات على كافه المستويات. ده اكيد ده العامل الاساسي الاول في وجود قاعده رياضيه. بالنسبه للاستعداد، بموافقه الدوله والتعاقد اللي تم بيننا وبين الاتحاد الافريقي، وده كان بالنسبه لهم ان احنا نتعامل في مصر ده شيء كويس جدا، لانه يعني ملتقى الجميع، وبتلاقي ما فيش اعتذارات غير كينيا بس اللي حصل. طبعا ده بيستوجب بقى يعني او كان نتيجته ان الوزاره مع الدكتور اشرف صبحي ادى كل التسهيلات وكل الدعم المادي والدعم الفني، لان في الوزاره فيها عدد كبير من القيادات الاداريه المتميزه، وفي قيادات داخل الاتحاد لجان مشكله، وكان ده والتنظيم رغم ان هو كان وقته بسيط الا ان الكل كان تقريبا ما بننامش. كل لجنه هي كل الجهود دي كانت واضحه امبارح يا فندم في حفل الافتتاح. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد الامين رئيس اتحاد كره اليد.